ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، ذلك بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ذلك لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصرية. وأشار وزير الكهرباء أنه يجرى تنفيذ مشروعات لطاقة الرياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجا وات، ومشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجا وات.